السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حباب قلب ادم، عامل ايه؟ طبعا يا جماعة الناس كتير بعتولي في تعليقات، انت بتربح كام من الحمام؟ تاخد كام في الشهر مثلا في البيعة كده؟ اهو ابديت الشهر اهو، شايفين؟ ادي 200 400. هما عامة انا ما بحبش اعدهم، بس هما 1400 دول ان شاء الله بيطلعوا لي ساعات 1500. على حسب بقى انا بهتم بالحمام بيطلع لي الربح ده، فاهمين؟ اهتميت بالحمام هيطلع لك الربح ده كده كله، تمام يا جماعه؟ فانا عايزكم تهتموا بالحمام عشان يطلع لكم الناتج دوت، شايفين؟ ادي 200 جنيه، انا عدهم قدامكم اهو، 200 جنيه، 400 جنيه، 600 اهو، 700 800، استنوا كده، 800 900، 1000 جنيه، استنوا لازم نرصهم طبعا كده، 1000 جنيه، 1000 جنيه اهو، 1100 اهو، 1200، 1300، 1350، 1350، 60، 70، 80، 90، 100، تمام كده 1400 وبس، هو ده مقبضي في الشهر يا جماعة اللي انا بقبضهم من الحمام. وصلت لغاية هنا وشفت الفلوس وبس يا جماعة، ده مقبضي في الشهر للحمام، بابا الدول، محدش يقول انت كذاب، الحمد لله بفضل الله. اتعب الاقي، ما تعبش مش هلاقي فلوس، فاهمين حاجة؟ لازم عشان تكسب من الحمام تتعب 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 في كلفة، تلم كلفة نظيفة. يعني مثلا اقول لكم على حاجة، ادي القص ده مثلا بيكسبني مثلا ايه، 50 جنيه. هقول لكم ازاي بيكسبني 50 جنيه، انا باكله ب50 جنيه في الشهر اهو، كل يوم باكله ب50 جنيه في الشهر، تمام؟ بيطلع لي زغلولتين ب100 و130 كمان، 130 جنيه وهو بياكل ب50، كده مكسبي كام؟ 70 جنيه في القص ده، 80 جنيه في القص ده. كذلك القص اللي بعده بياكلوا ب30 جنيه في الشهر، تمام؟ 30 جنيه في الشهر القص ده، عشان هما طبعا بنيدي وكشك حاجة صغيرة كده، فاما بياكلوا ب30 جنيه بيطلعوا لي ب100، كده انا مكسبة برضك ايه، 70 جنيه. حلو، ودول مكسبين برضك 130 زي وزي البلد، يعني لو اتنبح ويتاكل برضك اهو، مطلعين زغلول اهو ما شاء الله. عايزين طبعا ناكل وبعد كده نتكلم، اكل حمام وبعد كده نتكلم. الفلوس دي طبعا ايه، احنا مش محتاجينها فهنرميها، صدقت ولا ايه يا جدعان؟ الفلوس دي هتتحط في جيبي ان شاء الله، اجيب موبايل باذن الله، نحله كده نضيف، استنى بس ايه اسبوع كمان اكون حوشت، وبعد كده اجيب موبايل نوع نضيف عشان يبقى حلو في التصوير، حلو في كل حاجه. اول حاجه بقى احنا بنعمل ايه، بنجيب بتاع ده، اي طبق اي حاجه تحط فيها شويه كلفه. انا اقول لكم احنا بنكسب ازاي من الحمام، ومفيش فرد بعون الله، يعني بقى لي بتاع سنتين ما بيموتش منه حمام، كله يقول ما شاء الله، بس عشان مثلا ايه وانت بتتفرج كده ممكن تنزرع بعينك من غير ما تقصد، فانت قول ما شاء الله، تمام؟ بناكل الحمام كل يوم الصبح الساعه على العصر كده مره واحده على العصر، تمام؟ لو معاه زغليل تاكله الساعه 7 الصبح وعلى العصر، بس انا عن نفسي انا باكل على العصر بس. ادي شويه الكلفه وادي الجو الطبيعي، تمام؟ نمسح بس الموبايل، معلش اهو، نكلف الحمام ونرجع لكم تاني اهو، وان شاء الله باذن الله الحمام ده يطلع فوق السطح ويبقى احسن من هنا، هيبقى المكان واسع ونربي اكتر ونزود الكميه كل حاجه بفضل الله هتتملي والدنيا هتبقى حلوه معانا، بس الصبر جميل، تمام؟
اكل في الحمام وارجع لكم تاني واقول لكم احنا هنعمل ايه. يلا بينا يلا بينا. بصوا بقى الحركه دي. وبس كده يا جماعه نكون اكلنا الحمام كله اهو، اكلنا كل الحمام كله هنا، يعني كله كلف كله، بس لسه برضه بياكل مش هنشوط الاكل دلوقتي خالص. المهم هنعمل تاني بقى، بنغير الميه وبنغسل المسقيه جامد، يعني بنخلي المسقيه بتبرق لدرجه انك ممكن تشرب من المسقيه عادي. هنخش نغسل المسقيه ونملاها ونرجع لكم تاني. يلا بينا. وبس كده يا جماعه نكون رصينا المسقي عند الحمام اهو، كل فرد كل جزء قصدي شارب ميه نظيفه، اكل نظيف شاط من الاكل من عندهم. عشان كده هوريكم صحة الفرد دايما تبقى حلوة، فرد يبقى فرد عافي وحلو في ايدك. طبعا الفرد ده هتقول لي انت اشتريته من كام، هقول لك انا الفرد البنادي ده انا مش مشتريه انا قفشه. استنى بس كده امسكه عشان ايه الاستند جوه مش مكسر اجيبه اهو. ده انا قافش الدكر ده من واحد خصمي قفشه منه، طبعا قفشه من زمان خالص بس انا جوزته انتايا وخلاص. وبس انت بتحسوا الدنيا تمام. وادي القص اللي جاي لي هدية اهو، محدش يقول دول دكرين، لا الدكر وانت بيزوم عادي. ولا بص اصلا الاتنين داخلين تخ تخ على ايه، ولا يهمني يا باشا. المهم لو وصلت لغايه هنا عشان تكسب الفلوس، اهم حاجه عشان يبقى معاك الفلوس دي ها، عشان تعرف تربح الفلوس دي من الحمام، اهم حاجه تستمر بالمعلومات وتديهم شويه ادويه وتترسيد وتهتم بصحه الفرد عشان يبقى معاك الفلوس دي تمام، عشان تبقى غني يعني ولسه في كمان في جيبي، بس ايه انا قلت لك عشان تبقى غني اهتم بصحه الحمام، تقفل جيبك نفسك في حاجه تشتيها اي حاجه وخلاص. متنساش تحط لنا اللايك والاشتراك في القناة عشان نبقى يعني حلوين كده اهو. خش بابه يا عم، خش بابك يا عم. متنساش تحط اللايك والاشتراك في القناة وسلام.